أغلقت بعض المحال التجارية هنا، وبقيت هذه القرور من الفلفل وحدها شاهدة في هذا الشارع الخالي من المارة على إغلاق مداخل بلدة قباطيا. عشرات من الجبات العسكرية إلى جانب الجرافات اقتحمت منذ فجر اليوم البلدة وأغلقت مداخلها، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان. دخلت قوات معززة بقوات كبيرة بجرافتين بآليتين تجريف، وقاموا بتسكير عدة مداخل بلدة قباطية، بما أدى إلى قطع جميع الاتصالات إلى البلدة. دخلت من أمس قوات الاحتلال داخل قباطية، وفي شاب من الزكارنية الجيب طلع عليه، وحاليا موجود في مستشفى جنين يعني خطير. بفوتوا على بيوت بضربوا عليها غاز، في نساء داخل المستشفى بسبب هذا طبعا. ليش بضربوا على بيوت والنساء موجودة والإسعاف بتنقل على جنين شغالها حاليا. أصدقاء الشهداء أجمعوا أن لا مؤشرات كانت تظهر نية الشهداء تنفيذهم للعملية، لكن الاحتلال هنا لا يهتم لشيء. فهذا منزل الشهيد أحمد زكارني، أحد شهداء الثلاثة في عملية باب العمود في القدس يوم أمس. أخذ الاحتلال قياساته فجر اليوم تمهيدا ربما لهدمه. يعني كان يتصرفوا بوضع طبيعي، بس كان آخر فترة من بعد ما صار العمليات هاي والشباب أصحابه مستشهدوا، يعني كان عندهم يعني زي ما تقول ضغطتهم الوطنية، فاهم؟ الشباب يعني عندهم روح وطنية قوية، وكانوا يعني بالبلد طبيعيين، بس كانوا الثلاثة ذول ظلوا مع بعض آخر إشي اللي عملوا العملية. فجرا اليوم مع أذان الفجر دخلوا البيت، حققوا مع إخوة الشهيد الاثنين تحقيق ميداني سريع، أخذوا كياسات البيت وغادروا. لم يعلموا رسميا بلا لا بقرار هدم أو بقرار تسليم الجثمان ولا أي شيء رسمي. الشهداء من ثلاثة عائلات مختلفة من قباطيا التي لا تزال محاصرة، وهم ينضمون إلى أكثر من 170 شهيدا في هبة القدس. الهبة غير المعلوم متى ستنتهي وإلى أين ستصل، لكنها سائرة على قاعدته التصعيد يقابله التصعيد. اشتباكات وجرحى وإغلاق لكل المداخل، كلها عناصر للقرار الذي اتخذه أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حصار بلدة قباطيا. قرار ربما طبق جزء منه، لكن الجزء الآخر يبقى مخفيا إلى أن تظهره الأيام القادمة. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، بلدة قباطيا في محافظة جنين.